تقدم العمر في الوش الفات بيحصل له تآكل، الهيكل الخارجي اللي هو عبارة عن جلد فيبتدي هو يطبق على الوضع الجديد ده فبيحصل الساجن أو الترهل اللي بيحصل في الوش. الخليج مع ان احنا ممكن نكون سبقناهم بس هم سبقونا دلوقتي في التكنولوجي. الموضوع فكر بس. ممكن تلاقي الست مستواها الاقتصادي كويس وكل حاجة لكن مهملة في نفسها. في حاجات احنا عندنا في الطب مكتوبة في الكتاب. تنفيذها ده مسؤولية الطبيب. الأستاذ الدكتور عمرو النجاري، أستاذ جراحات التجميل بكلية الطب، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات التجميل، الحاصل على شهادة المدرب المعتمد من شركة أبتوس للخيوط من ضمن 20 جراح على مستوى العالم والأوحد في الشرق الأوسط. أهلا بكم. المرأة عندما تغطي عيوبها أو تريد أن تكون جميلة، نعم من حق كل امرأة أن تكون جميلة، ولكن هناك ما يسمى بالجمال الطبيعي. الجمال الطبيعي قيمة مهمة جدا في حياة الإنسانة، والجمال الصناعي أو الشكل الارتفيشيال ممكن تمنه يكون غالي. هنا احنا المرأة تفرح عندما تستخدم أساليب نقدر نقول كاموفلاش، ممكن تعمل حاجات كتيرة يعني زي المكياج. هل ان المكياج ده او الحاجات الغير طبيعية اللي هي ممكن تلجأ لها، هل انت تستطيع ان تقول انها حاجات هينة ما تحترمش الالم اللي ممكن تعانيه وهي بتقاوم ان وزنها يزيد او انها لما تتعرض لمشاكل بسبب استخدامها للعدسات اللاصقة او بسبب شعرها ممكن يتأثر قد ايه بسبب الصبغات الغير منضبطة او انها على طول عايزة يبان لونه بلوند، عينها ممكن تكون قد ايه ممكن تتأثر بسبب عدسة هي حطاها عشان تغير لون عينها عشان تبان شكلها اجمل، او مشاكل خاصة بالاسنان او مشاكل خاصة باللثة لما بتبدأ تعمل اي حاجة ارتفيشال عليهم، تحط اسنان صناعية او شيء من هذا القبيل. كل ده اسمه ارتفيشال بيوتي او الجمال المزيف. لا، الجمال لازم يكون طبيعي، لازم تتقبلي الجمال الطبيعي. ده في جراحة التجميل موجود، ان انت بتحصلي على جمالك انت الطبيعي، مش بتخبي عيوب، انت بتصلحيها. اخفاء العيوب مش هو وسيلة جراحة التجميل او جراحة التجميل، ولكن اصلاح العيوب وتقبل الاشياء كما هي. اللون شعرك زي ما هو مش هو ده اللي هيديك الجمال، مش ان انت تصبغيه كل شوية او تغير لون عينيك، مش هو ده اللي هيديك الجمال. اللي يديك الجمال ان صلاح عيوبك والباقي بعد كده طبيعية، وعلى الكل أن يحترم هذه الطبيعية بعد ما تتصلح. النهاردة هسأل ضيف العزيز عن كذا نقطة متعلقة بهذا الأمر، عن الطبيعة هل هي الأجمل أم ارتفيشيال هو الأجمل. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة وسوبر ستار جراحات تجميل أستاذ دكتور عمرو النجاري، أهلا بك. أهلا دكتور أيمن، وحشني والله. والله عليك وحش حبيبي. الفيديو يعني أن البنات في معاناة. طبعا تبدأ المعاناة بأنها مش راضية عن أنها طبيعية، شكلها مش راضية، مش حلوة، هتبدأ تدور على جراح تجميل أو تبدأ تدور على أسلوب يخليها أو حاجة تخليها تخرج من الحالة اللي هي فيها تصلح المشكلة. الاختيار هنا اختيار أولاً الطريقة ثم اختيار الدكتور. طب خلينا نتكلم مبدئياً أن احنا عندنا اتفاق بيز، البيز اللي احنا هنتكلم عليه أو هنبني كلامنا عليه أن أحسن صورة ربنا خلقنا فيها. وانس ان احنا عندنا اقتداع ان ربنا خلقنا في احسن صورة، ممكن يحصل فيها شوية ديفوهات اللي هي بنسميها في كتب التجميل العيوب الخلقية، والعياذ بالله احنا مش قصدنا عيوب لكن في some malformations بتحصل. ثم المستحدثات في الحياة زي الست لما يحصل تتخن، زي ما الست تحمل وتخلف، زي ما يحصل تقدم في العمر ويحصل يتأثر الشكل العام والجلد والترهل، دي حاجات احنا بنقول ان احنا ازاي نحافظ على جمالنا، ازاي نروح ناحية الناتشرال لوك حتى لو في ديفورمتي او شوية مالفورميشنز او عيوب في الشكل، ان احنا نوصل للطبيعة. في سؤال كده كنت من سنة او اتنين تقريبا في اجتماع علمي، وكان السؤال اللي مبني عليه كل سيمبوزيوم ده او كل الاجتماع ده، ان how to be beautiful ولا how to be natural، هي دي المشكلة اللي احنا بنتكلم عليها. كل الناس اختارت how to be natural لان naturality is beauty،
وليس العكس. يعني ما ينفعش ابقى انا عايز ابقى شبه حد، او انا عايز اعمل شفايف الفنانه الفلانيه، عايز اعمل مناخير الفنانه الفلانيه، عايز اعمل وسط. يعني الكلام بلاش نقول ان احنا بنبتكر او بنستحدث حاجات، احنا بهدفنا الاساسي ان احنا نصلح مالفورميشنز، او ان احنا نصلح عيوب استحدثت على الحياه وعوامل تقدم العمر والحمل والسمنه وي عشان نوصل في الاخر للناتشرال او البيوتي لوك او الناتشرال لوك او الصفه الجماليه الطبيعيه اللي هو الجمال الطبيعي. دي نجاح التجميل. نجاح التجميل ان انا لو جات لي، يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه بالصدفه البحته جدا، انا جات لي بنت مع والدتها، البنت متزوجه بقى لها شهرين وابتدت تشعر ان هي عندها مشكله في الثدي. المشكله دي ابتدت تاثر على نفسيتها جدا، وهي كانت دخلت في شويه مشاكل بقى، ان هي خلاص ابتدى يبقى في مشاكل اوريدي موجوده في حياتها. البنت جات لي مع والدتها، والدتها طبعا انت عارف اي ام في الدنيا بتبقى شايفه ان الموضوع ده ملوش اي معنى، وان البنت بتتغير وزاد خلاص انها اتجوزت. هنا امانه الطبيب. انا فحصت البنت دي وبجد هي روحت من عندي شايله من دماغها فكره انها تلعب في صدرها خالص، لان المقاييس العلميه اللي احنا عرفناها ومدروسه ان ده حجم طبيعي، مش اقل من النورمال لكن طبيعي. في فرق ان انا يكون عايز اكبر وانا عندي مشكله، وفي فرق ان انا عايز اكبر وانا ما عنديش مشكله. الفكره في ايه؟ انا مش بخوف حد، لكن كل اجراء جراحي بيتم ليه مضاعفات. كل اجراء جراحي بيتم دي الامانه بتاعتك بالظبط، دي الامانه الطبيه. انا طالما قررت ان انا اعرض البني ادم ده لريسك او مضاعفه حتى لو بسيطه واحتمالتها 1 في المليون، لازم يكون محتاجها. ما ينفعش اقوم باجراء عمليه جراحيه وات ايفر نوعها ايه لحد وهو مش محتاجها، لان هي دي اول اسباب فشل الجراحه. عدم اختيار المريض مناسب، او عدم اختيار الانديكيشن المناسب. الانديكيشن، بص يا فندم، مشكلتنا في مصر عامه، بلاش نقول في حتت كتير قوي في المنطقه بتاعتنا، ان اي دكتور بتبتدي تروح تاخد رايه بيبتدي يقول لك رايه الشخصي. لا، مفيش حاجه اسمها ان الدكتور يقول رايه الشخصي، لان الراي الشخصي ده ليس سند علمي لاجراء جراحه. اللي يخليني اخد قرار اجراء جراحه لشخص معين مستأمني وجاي ياخد مني حاجه اسمها كونسلتيشن، استشاره، ان انا ابتدي اطبق المهنه او الطب باسسه، ده هيتعمل عليه ولا لا، هيناسبه ولا لا. لان وانس العيان تعرض لاي نوع من انواع التخدير، تعرض لمشرط، تعرض لجراحه، تعرض لمضاعفات حتى لو مضاعفات طفيفه، لو هو مش في الاطار بتاع الانديكيشن او متطلبات العمليه، يبقى خطا ان انا اعمله، او انا بعرضه، او انا خالفت ضمير المهن. اختياري او توفيقي في ان انا اختار الـ 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 العمليه المناسبه للبني ادم ده في حد ذاته هيكرمني ربنا فيه جدا في الاوت كام بتاعي. يعني ايه؟ زي يعني عارف اعقلها وتوكل. هي نفس الكلمه اللي انا بقولها للناس، انت دلوقتي يا بنتي مش محتاجه العمليه دي، اتكلي على الله. انت محتاجه العمليه دي، استخيري ربنا. انا بقول لحضرتك انت الاوبشنز بتاعتك 1 2 3. الاوبشنز دي مبنيه على اسس علميه، مش عشان انا شايف ان انت محتاجاها او انت شايفه ان انت محتاجاها. هنا الفيصل ما بيننا الراي الطبي، الراي الطبي ده هو اللي بيبتدي يظبط دفه المركب. احنا رايحين طريق، هنخش في طريق مع بعض، انا والمريض بتاعي احنا داخلين في طريق مع بعض. لازم يكون في مصداقيه، لازم يكون في امانه. وانس ان المصداقيه والامانه العقد وشريعه المتعاقدين، اتوكل على الله وربنا هيكرمك. وانس ان انا ابتديت احول الطب لسلعه، او انا احول الطب لمنفعه، او انا اوافق ان انا اعمل عمليه المريضه وهي مش محتاجاها، دي بدايه الخدعه. واكيد ربنا مش هيكرم في الخدمه. طيب انا هروح لابدا الاول بمجموعه اسئله مهمه جدا. تمام. الاختيار. اولا، كيف يختار الدكتور جراح التجميل المريض المناسب لجراحه شد الوجه؟ وهشد دي جراحه كامله، مش هشده بخيوط ولا هشده بفيلر. تمام. ازاي الاختيار ده بيتم؟ طبعا
درجات الترهل او درجات سقوط الجلد او تقدم العمر وترهل الجلد والعضلات الموجود في البني ادم ده من الحاجات اللي بيخلينا بناخد احنا انطباع طبي مش شخصي ان الانسان ده لو عمل اي حلول اخرى مش هياخد فايده. يعني ايه؟ يعني انا شخصيا لما بيبتدي عيان يجيلي او عيانه تجيلي تطلب مني اسسمنت او استشارتي في تحديد ايه المشكله وايه علاجها في الوجه، انا بحب اخلي العيان يختار علاجه. يعني ايه يختار علاجه؟ انا ببتدي احلل الموضوع علميا، اوصف بالظبط الحاله المرضيه والمشكله في وصلت لحد فين، واوصف طريقه العلاج المثلى. المثلى يعني ايه؟ مفيش حاجه طبعا، احنا متفقين دكتور ايمن مفيش حاجه احسن من الجراحه. الجراحه قانون الجراحه كده ان انت عندك مشكله جراحه حلها. طيب لو في اي سبب طبي يخليني ما اعملش العمليه دي للبني ادم ده، زي في مشاكل صحيه تمنعه من التخدير، في مشاكل صحيه تمنعه من ان هو يعمل جروح في وشه زي السكر زي التدخين زي الحاجات اللي هي ممكن بياخد ادويه سيوله اللي هو ما ينفعش يوقفها، في حاجات كتير قوي بتاثر على قراري في العمليه. لو ما فيش اي موانع من الجراحه هنبتدي نتناقش. بص يا سيدي الفاضل، انت احسن حل لحضرتك عملية شد وش. شد الوش دي عملية بتتعمل 1 2 3، بنشد الجلد وبنشد العضلات، وكمان ساعات كمان بنعمل فيها حقن بطريقة معينة للدهون عشان نملأ الفراغات اللي اتوجدت في الجلد تحت الجلد سوري. وانت ان هو ابتدى يختار الطريقة المناسبة خلاص اوكي جو اهيد. طيب هو ابتدى يبقى في مريض بيبقى عنده تحفظات، سمع ان في حد ما شكرش في العمليه، حاسس ان العمليه كبيره، هو شخصيه عامه مش هينفع يبقى عنده جروح، مش هينفع ياخد اجازه، فبنبتدي نطرح عليه الحلول الاخرى مش عشان هي صح، عشان هي هتديك تحسن ملحوظ بطريقه ملحوظه ممكن تبقى ساتسفايد لحضرتك او لحضرتك في الوقت الراهن لحد ما يحين وقت الجراحه. ولكن ليس ان انا اعطي انطباع ان انا لو حقنت حقنه فيلر هشد له وشه. بالظبط. فهنا لازم اشرح واختار الحل المناسب بطريقه علميه. يعني لما يكون عيان هيفي سموكر مثلا وعمليه هياخد فيها بنج كلي لازم الغيها. لان الناس المرخنين الشريهين بيبقى عندهم مشاكل في الرئه وفي التنفس، هم مش دريانين، هم عايشين، هو بيكح بس بقول لك انا بكح بقالي سنتين. هو بيقول لك انا بكح بقالي سنتين ومش فاهم حاجه. هو كل اللي هو شايف ان هو تمام جدا بس بكح بقالي سنتين. هو انفيزيما وكرومبروجاكتس بالظبط، انا بكح بقالي سنتين بس لكن انا تمام. يعني العين ده لو خد بنج جنرال انستيزيا، وبالذات لو خد بنج في مده طويله ساعتين ثلاثه اربعه، هيبتدي مش بس كده، هيطلع من العمليه ابسط حاجه التهاب رئوي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده بعد العمليه التهاب رئوي. طب ليه بقى نخش في المشاكل دي؟ طب ما احنا نوقف السجاير على الاقل على الاقل. شوف التدخين عليه ديبيت بقى، في ناس تقول لك انا ممكن اشتغل لو في تدخين بس خفيف، وفي ناس تقول لك في الهيفي سموكر على الاقل 3 اسابيع، في ناس بتقعد اب تو شهرين ما يشتغل. لازم يبقى كلير تماما عشان لو هيضطر ياخد جنرال، والا مش هياخد بنج كلي. ساعتها احنا بنفكر في حلول اخرى في البنج زي البنج النصفي او الابيديورا او وات ايفر ريجنال انستيزي. الحاجه الثانيه المهمه جدا اللي انا لازم ابقى متاكد انها يا موجوده يا مش موجوده، السكر. السكر من الحاجات اللي هي بتاثر تاثير مباشر على التئام الجروح، تاثير مباشر على الكواليتي بتاعت الجلد، على الكواليتي بتاعت الجرح، على الريكفري، سرعه استشفاء، على ان العين ده هيجي له انفكشن ولا لا، هيجي له التهابات بعد العمليه ولا لا. الحاجات دي في شد الوش من الحاجات الخطيره، لان العيان لو حصل له التهاب في جرح شد الوش لازم هيحصل له بعد كده كلوجر بحاجه اسمها سكندري انتنشن، فهيبتدي الجرح ده يبقى عريض وسميك وعالي وهيبقى ظاهر جدا في وشه. ما ينفعش ادخل العين في وضع زي ده واقول له دي مضاعفات من المضاعفات العاديه اللي بتحصل في العمليه، طالما انا عارف ان في مسببات ليها ممكن اتحاشاها او ممكن ابايباس او اجل ميعاد العمليه لحد ما نكنترول الكلام ده، يبقى ده احسن لي، لان انا هو مش عارف. الحاجات دي انا رايي انها اهم من ان انا اعمل العمليه، لان الحاجات دي لما بتتعمل بتدي ريبيتيشن كويس، بتدي ارتياحيه، حتى المحيطين بيه هيطمنوا. لكن لما الناس تلاقي مشاكل دايما فبتبتدي هي تتضايق من الجراحه وبتخاف من الجراحه من لا شيء. عندي ثلاث اسئله مرتبطين بموضوعين، موضوعين هم تجميل الانف وتجميل الجفون. دول الموضوعين.
الثلاث اسئله، اولا هتكلم، عايزك تكلمني عن المؤهلات الخاصه للجراح عشان يجري هذه النوعيه من الجراحات، اقصد بيهم الانف والجفون. هل الـ 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 لازم يكون عمل قد ايه؟ ما هو لازم يكون عمل عمليات، مش بقول انترست اوبريشن، يكون عمل قد ايه كمساعد، ويكون عمل قد ايه كاوبزرفر، ونقول ان هو مؤهل ان هو يبقى رجل الاول، ما مش هيفضل طول عمره رجل الثاني. هل المريضه تطلب من الجراح ان هو يوريها حالات مشابهه، ان يوريها أكيد. دول الثلاث حاجات اللي انا طيب عايزة. خلينا مبدئيا نقول امتى الجراح يكون مؤهل انه انف وعيون انف وجفون فيشل، او انا بتكلم عن انف وجفون بالتحديد. بص، هو في جراحين كتير جدا، جراحين تجميل ما بيقربوش من الانف والجفون حتى لو بيعرفوه. يعني ايه حتى لو بيعرفوه؟ احنا كلنا بندرس جراحه التجميل، واحنا في مراحل الامتياز والنيابه، وان انا ابقى معيد ومدرس مساعد، يعني كل ده لحد ما ياخد الدكتوراه، لحد ما ياخد مدرس. انا بتعلم، هتعلم بعد كده، بس بعد ما احصل على درجه الدكتوراه الجراح بيبقى وصل لحاجه اسمها الماتيوريشن في الجراحه. يعني ايه الماتيوريشن في الجراحه؟ ان انا لو شفت فيديو فيه عمليه انا محملها تاني يوم. انا مش عايز اعرف العمليه، مش عايز اعرف التيشيز، مش عايز اعرف التشريح، انا عايز اعرف التركه دي. يعني احنا بنروح مؤتمرات ليه كل شهر؟ كل شهر بسيب عيادتي اسبوع و10 ايام ليه؟ عشان اللقطه. يعني ايه اللقطه؟ يجي جراح بيعمل تصليح للانف بطريقه جديده. الجديد فيها مش ان هو ازاي بيفتح وازاي بيشيل العظم وازاي بيقص العظم وازاي بيشيل الغضاريف، ده كل ده متعرف عليه واحنا درسناه وتعلمناه من ساعه ما كنت نائب في قسم جراحه التجميل لحد ما خدت الدكتوراه. عارفين ده. انا عايز اعرف ايه؟ انا عايز اعرف الجديد. هيدخل ولاد الغضروف وبيقطع هنا وبيشد. انا عايز اقول لحضرتك ان الابتكارات العلميه احنا الاب تو ديت، ان انا ابقى عارف كل يوم في ايه، مش بس ان انا اطلع على المجلات، لا ده انا بحضر مؤتمرات وبحضر حاجه اسمها ورك شوبس او ماستر كلاسز او او او، عشان في بيبقى في ناس بتبقى امننت في الحته دي، بحب اروح اقعد معاها ساعه، انا مش عايز اكتر من كده، خلاص انا مش رايح اتعلم يا فندم، انا رايح اشوف الناس دي وصلت لحد فين هنا، ازاي اقفل الجرح بطريقه كويسه، ازاي افتح الجرح بطريقه كويسه، ازاي اسلك الغضاريف بتاعه الانف، ازاي احدد انا هشيل قد ايه من الحاجز الانفي، ازاي اعرف ازاي الليفل اللي انا هكسر عليه العض. يعني دلوقتي اخترعوا منشار، تخيل ان دلوقتي في منشار كهربائي لتكسير عظمه الانف. هل انت كنت ممكن تتخيل ان احنا ممكن نعمل يعني بيخش من فتحه دقيقه جدا، بيبقى متركب عليه كاميرا زي منظار، بنبتدي نكسر بيه العظم الكتريكال، وفي نفس الوقت في جيت اوف فلويد، سوري جيت اوف يعني جاش من السلايم بيتعمل معاه كمان عشان يبقى يقلل كميه الـ 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 الدم اللي بتحصل مع تكسير العظم. الحاجات دي كلها مش عشان انا عايز اتعلم ازاي اعمل مناخير، لا، ان انا عايز اجود جراحتي او اجود طريقتي، او ان انا اضيف لمسات جديده في تصليح شكل الانف، او ان انا ازاي اعمل العمليه بطريقه اسهل للمريض حتى. ده فيما يتعلق بالانف. وفون تطلب العيانه انها تشوف حالات مشابهه؟ كل مفيش عيان مش من حقه يشوف حالات، بس هي ساعات بقى بتشطح من عيني ويقول لي انت عملتها كم مره، فهي دي اللي صعبه قوي. ان انا في حاجات، انا في مراحل في حياتي كنت بعمل حاجه اسمها اللوج بوك، اللوج بوك ده ان انا اشوف انا عملت كل شهر كم حاله وكم حاله في ايه، يعني عملنا الكلام ده، لكن ان انا ابقى عارف ومتاكد بالظبط عملت كم حاله، دي حاجات من الحاجات الصعبه جدا. لكن من حق العين انها تشوف حالات. انا عايز اقول لك دلوقتي في تكنولوجي جديده بقى لها حوالي سنه او سنتين، ودي خلاص ابتدت تبقى موجوده في مصر، وان شاء الله هنطبقها في خلال الشهر او الشهرين الجايين، حاجه زي السيميوليشن. دكتور يعني ايه سيميوليشن؟ طول عمر العيانه اللي جايه تعمل عمليه تجميل عايزه تشوف شكلها هيبقى عامل ازاي بعد العمليه. زمان كان في برنامج كده فوتوشوب على الكمبيوتر، كنا بنبتدي نحط صورتها ونبتدي نلعب احنا في الشكل عشان نديها شكل تقريبي
وده في غالبيه الاوقات ما كانش مظبوط، وكان بيدينا شويه يعني اوفر استيميشن للحاله، فكان ابتدينا نرفضه او نبطل ان احنا نستخدمه. دلوقتي في سيستم كمبيوتر اي تي سيستم، السيستم ده كل حاجه ابتداء من الشعر للجفون للعيون للانف للفيلر للبوتوكس للبريست للشفط لكل حاجه. هي الفكره كلها ان هو برنامج متكامل بنغذيه بمعلومات عن المريضه، وبنبتدي البرنامج ده بيعمل سيميليشن ليها في الشكل اللي هي مطلوب، لدرجه ان هو بيحدد لي هشفط قد ايه عشان اوصل المريضه دي للشكل ده. هحط الامبلانت الحشوه مقاسها وشكلها وبيز البيز بتاعها قد ايه، الهايت بتاعها قد ايه، شكلها دائري ولا اناتوميكال قبل ما اشتغل. لا ده انا عايز اقول لك كمان ان هو بيحدد النوع، يعني انت لو هتشتغل بمنتور هتحط منتور مقاس كده هاي بروفايل البيز كذا الهايت كذا. المنتور ده اللي هو الامبل حشوه لو انت هتشتغل بسبن، لو انت هتشتغل وات ايفر الاسم ايه. خلاص بقى الموضوع. لا فعلا هو الجديد بقى ان في ناس تعمل العمليه دي غير ده لسه ما حصلش. يعني هو يعني ده المتوقع بعد كده ان هو يدخل روبوتك سيرجري في بلاستيك سيرجري. عمليه جراحيه بالانسان الالي بالظبط. هو ابتدوا يعملوها دلوقتي في صناعه الشعر. بيعملوها في حاجات في لا بيعملوها في الجنرال سيرجري وجراحات النيورولوجي بيعملوها فعلا، بس هي لسه ما اتعملتش في التجميل. بس اوريدي اتعملت في زراعه الشعر في روبوتك دلوقتي هير ترانسبلانتيشن. والموضوع بص انا رايي الشخصي ما ينفعش نلغي السكيلز الهيومن سكيلز، ما ينفعش نلغيها لان دي حاجه سنس. الماشين عمرها ما هتبقى اكوريت مهما كانت متغذيه بمعلومه، عمرها ما هتفرق، مع عمرها ما هتحس، عمرها ما هيبقى عندها سنس. الجراح التجميل لازم يبقى متعلم كويس، لازم يبقى عنده سنس، لازم يقيم الحاله، لازم يعرف حتى هي عايزه ايه العيان اللي قدامه. ما هو في ناس بيبقى عندها في الانف مثلا ارنبه الانف او البلبستيب وفي نفس الوقت عندها هامبا بس هي مش مضايقها. دكتور انا عايزك تشيل لي ده بس لو سمحت. التاني ما يعرفش كده، التاني ممكن ادخل له الداتا دي بس عمره ما هيبقى يحافظ على الشكل الناتشرال او الشكل الجمالي. هو هي از دوينج هيز جوب، بس انا مش بعمل بس جوب، لا انا بعمل جوب ومعاها شيء من السنس، شيء من الاحساس بقيمه الحاجه اللي انا بعملها. طيب هروح ل شد الذراعين وشفط الدهون من البطن. في منطقه سؤال مهم، بيجي لك عيانين عندهم قرارات مسبقه، يعني هو عنده في دماغه كتير جدا وانا عايز اطبق الكلام ده على شد الذراعين وشفط الدهون البطن، دول متعبين. هي 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 العيان المتعب مش هي يعني الجراحه اللي راحوا. لا انا بتكلم هم متعبين جدا على فكره. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا اتكلمنا في حلقه فاتت على الجي بلازما. الجي بلازما ده زي ما اتفقنا ده احدث تكنولوجي في العالم لشد الجلد اثناء شفط الدهون، لان في ناس فهمت غلط ان هو جلسات بتتعمل. لا احنا لازم نشفط وبعدين نعمل الجي بلازما او نعمل ال 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 الشد الجلد. طب هو ايه الجي بلازما ده وامتى نعمله وامتى ما نعملوش؟ كل الاجهزه اللي حصل الاختراعات في المستحدثه في شد الجلد اثناء الشفط، ابتداء من الليزر بانواعه ثم الالتراسونيك بانواعه ثم الراديو فريكونسي بانواعه، كل الاجهزه دي اللي بقالها حوالي 10 15 سنه كل سنه ينزلوا لنا جهاز جديد او تكنولوجي جديده، كلها كانت بتعتمد في شد الجلد على الحراره. يعني التسخين او الهيت اللي بيطلع من الالتراسونيك او من الليزر او من الراديو فريكونسي ده بيحفز خلايا الجلد ان هو يعمل نوع من انواع افراز الكولاجين والالاستين كتير، فيبتدي الجلد ده يبقى مور الاستيك فيبقى مشدود. عندنا هنا سؤالين كويسين قوي، اشمعنى ده الجهاز ده كويس والباقي ده وحش؟ وهل هو فعلا احسن منهم ولا لا؟ انا عايز اقول لحضرتك هم كلهم فيهم عيب واحد بس، ان هم عندهم حراره. ده الجهاز الوحيد اللي بيعمل ده من غير حراره، فبيخليني بدل ما ابقى متخوف ان احرق الجلد ان انا بشتغل على كل اريا حقنها مثلا سي 100 سي سي او 100 سي سي من التوميسيت او المحلول اشتغل عليها دقيقه واحده، ده بيخليني اشتغل عليها 40 دقيقه. ده بيخليني مش هو قوي
لا هو بيخليني افضل شغال على الحته دي، اقعد اشد فيها بدل ما اشتغل دقيقه او دقيقتين، اشتغل عليها من 40 ل 45 دقيقه متواصل، وانا ما عنديش اي خوف ان جلد يحصل له مشكله. طب ده بقى هينفع العيانه دي ولا لا؟ هي دي المشكله. كل الناس اللي ممكن تسمعنا دلوقتي هتيجي تقول لك دكتور انت قلت ان الجي بلازما ده احدث جهاز شد الجلد. طب انا مش عايز اعمل تامي تاك، انا مش عايز اعمل سوري مش عايز اعمل شد بطني، انا مش عايز شد دراعي، انا عايز اعمل بالجهاز ده. طيب عشان اكون امين، لو انا عندي استك وابتديت العب بيه كده لمده 20 30 40 50 سنه، ايه اللي هيحصل في الاستك؟ هيفك مني، هيطول، هيتبط، وهيبقى ضعيف. مهما عالجته عمري ما هوصله ان هو هيرجع زي الاول 100%. ده اللي بيحصل في الجلد بالظبط. لازم ابقى متقبل ان درجه ترهل الدراع او درجه ترهل البطن لازم الدكتور يقيسها كويس ويحكم عليها كويس، ويتوقع بخبرته وبمساعده الاجهزه هتاخدي تحسن قد ايه. والله يا فندم حاله حضرتك هتاخد تحسن 100%. اي نو، انا عارف انها 100%. والله يا فندم هتاخدي 70%. والله يا فندم هتاخدي 90%. والله يا فندم هتاخدي 40%. هي مساله عرض وطلب، لازم اكون سابق في العرض عشان الطلب ده يكون متناسب مع طموح العيان او طموحي انا في الاجراء ده. حته ان انا اعمل دمج، يعني انا ساعات بعمل ايه؟ لو عيانه مثلا محتاجه تامي تاك، شد بطن، شد بطن كامل، انا ممكن اشتغل بالجهاز، اشفط الاول واشتغل بالجهاز، وجاست ان انا اعمل استئصال جزئي اللي اسمها الميني تامي تاك. يعني ايه ميني تامي تاك؟ ان انا اشتغل على الابرون، حته الجلد الزياده اللي تحت دي بس. دي من التعديلات اللي ممكن ندخلها على طرق الشد. لو في شد، لو في ترهل بسيط في الدراع، احنا كنا في الاول بنقول لازم نعمل له عمليه، لا دلوقتي مش لازم نعمل له عمليه. باستخدامنا للجي بلازما لا، احنا ممكن نوصل لتحسن في الدرجات المايلد والمودريت او البسيطه والمتوسطه من الترهل، ان احنا نصلحها تماما تماما بالجي بلازما. عظيم. في احنا شايفين الجي بلازما دلوقتي هو بيأدي الاداء بتاعه الرائع جدا فيما يتعلق، ولازم الناس تفهم ان هذا الجهاز ياتي في شغل بعد شفط الدهون. لازم طبعا ما ينفعش نشتغل هو مش جلسه من الخارج، انا ما حدش قال كده ولا احنا ما اعرفش جاب المعلومه دي منين يعني، بس قشطه لا هو اللي بيخليه بارد الاول الليكويد هيليوم. هو ده الهيليوم اللي هو حاجه كولد، حاجه لما بتخش على السباركس بتاعت البلازما اوريدي فريكوينسي دي بتخليه ساع، فبتخلينا ما عندناش مشكله. يعني انت لو شايف هتلاقي المكان اللي انا داخل عليه ده بيبتدي يتنفخ بالهيليوم، بعد كده بشتغل ولازم اطلع وافضي الهيليوم ادخل تاني. هي دي الفكره، ان انا ازاي اشتغل بامان ويكون المعامل بتاع او تاثير الحراره المباشره قليله جدا عن الجلد، وده بيخلينا فعلا احنا بنشوف تحسن الجلد يا دكتور ايمن في نفس توقيت العمليه. واحنا بنعمل شفط دهون بالظبط. سؤال، شفط الدهون بقى، شفط الدهون مش الشد، هل الجراحة الأولى أفضل جراحة ولا ممكن الثانية تبقى أفضل وأفضل والثالثة وأخير شفط؟ والكلام ده برضه ينطبق على الأنف، يعني أنا هسألك سؤال ده على الاثنين دول. لا طبعا هو أكيد أحسن فرصة أول فرصة في الاثنين، في أي حاجة، في أي حاجة، أي جراحة. أوكي. حتى لو أنا كنت متوقع إنك أنت تقول لي عادي الشفط ماشي لكن أنف لا. بص يا فندم، بعد أي جراحة هقول لفظ كده ما اعرفش الناس هتتقبله ولا لا، الجراح النظيف بيسيب الدنيا وراه نظيفه. اللي هيفهم الكلام ده الجراح. جراحين مش هيفهموا الناس. يعني ايه الجراح النظيف؟ يعني انا وانا بشتغل انا بظبط الدنيا، مابقاش في بليدنج، مابقاش في اي حاجه. لا ده مش بس مابقاش في بليدنج، ان انا ازاي اقفل بطريقه اقلل كميه التليفات والالتصاقات اللي هتحصل بعد كده، بعد شفط الدهون، بعد شفط الدهون، بعد شد الجفون، بعد تشد بعد كل جراحه. بس اتكلم على شفط، خلينا في شفط الدهون. شفط الدهون احنا عندنا بين الجلد وما بين الفاشيا او بين العضلات طبقه دهون. طبقه الدهون دي احنا بنقسمها منطقتين، منطقه اللي هي ملتصقه بالجلد، ودي منطقه احنا ما ينفعش نشفطها اصلا، او كنا ما ينفعش نشفطها لحد مثلا سنتين ثلاثه. فلو انا شفطت الحته دي بطريقه عشوائيه هبوظ الجلد، هعمل لطبات، هعمل التصاقات جامده جدا، هخلي اللي يخش بعديه
يتعذب والعيان يتعذب. طبقه الدهون دي اولا فيها غذاء دموي للجلد، لازم اتعامل معاها بحرفيه جدا، لازم اشتغل بيها بطريقه تمنع ان انا لا اعمل التصاقات ولا ان انا اجور على الدهون لدرجه ان انا الصق الجلد في العضلات. يجي العيان بعد كده مش بس يبقى عنده مطبات وتعرجات، لا ده عنده حتت حفر في جسمه. الحفر دي عشان اجي اصلحها انا بعد كده ماساه. يعني الحفر دي دايما احنا عشان نصلحها احنا بنخش بكانيولات معينه ليها شيب معين عشان اقطع التليفات دي. وانس ان انا ابتديت اقطع التليفات دي هيبتدي يحصل تجمع دموي تحت الجلد، هيخليني ما اقدرش حتى اعمل فيلنج او احقن دهون في المنطقه دي عشان املاها، فبتبقى جراحه صعبه جدا. حتى الدهون اللي طالعه في المرحله الثانيه او في اعاده الشفط ما بتبقاش فريش، ما بتبقاش لونها الاصفر الحلو ده. لان انا زي ما قلت لك الفيلد مش بيبقى كويس. انا ما بقولش ان ده خطا مش شائع، خطا ده بيقع فيه كل الجراحين اللي في الدنيا، بس هي الفكره كلها ان انا احاول على قد ما اقدر ان انا ما اعملوش. ان انا اصلحه في ساعتها، يعني كل الجراحين واي جراح هيسمعني عن حصل له الكلام ده، بس ان انا ابريدكت ان ده عملته جوه العمليه ان انا اصلحه في ساعتها، ان انا ابتدي احقن الحده دي تاني، ما اسيبهاش تستشفى ويحصل التصاقات وتليفات تخليها بعد كده عامله ندبه او عامله حفره في الجلد او عامله مشكله يصعب حلها بعد كده. كالعاده مبدع النهارده، انت حطيت دلوقتي بتحط بروتوكول اكاديمي كلينيكي، وده لاول مره يحصل. يعني التطبيق البروتوكول الاكاديمي الكلينيكي ده رائع جدا. احنا نحط كيفيه اكاديميات، يعني اكاديميات وابجديات، كيفيه اختيار المريض، كيفيه اختيار المريض للدكتور، المؤهلات، التجارب، تكرار العمليه، طب العمليه الفنيات اللي فيها، طب الجهاز ولا الانا في جد بلازما، انا لا الجهاز له فايده، طب الجهاز فايدته من ناحيه ايه؟ طب بطبع ده كلينيكيا بقى، طب الجرح بيتشد ويتعمل ازاي؟ طب يتعمل الشفط نفسه ازاي؟ طب التكرار ما في الامكانيات في الاكاديميات، اكاديميه عمليه متكرره ولا عمليه مش متكرره؟ حطينا قاعده النهارده، جراح النظيف يسيب الفيلد يسيب الفيلد اللي هيشتغل بقى ساعات يا فندم. انا ده بيبان في الفندق على فكره، يعني ده لما احنا يعني انا بجي اعمل شيك اوت من اي لازم اقعد انا في الفندق الاوضه بتاعتي. انا عايز اقول لحضرتك ان في جراحات كتير رغم ان ممكن انا عارف ان انا مش يعني صعب اجي هنا تاني بعد فتره تاني، لكن لازم انا اظبطها له، اسيب كل حاجه تمام، اسيب كل حاجه تمام، ما اسيبها لهمش متبهدله بالظبط كده. فده في الفندق لا في الجراحه كمان. فاللي انا عايز اقوله لك كمان ان في انواع من الجراحات مش التجميليه، جراحات اصلاح العيوب او ريكونستراكتيف سيرجري، انا ببقى عارف ان انا هخش اشتغل تاني. يعني ساعات بيبقى فيه اللي هي المايكرو اوتشيا او ان في عدم نمو لصوان الاذن، دي عمليه بتتعمل على مرحلتين وثلاث مراحل. انا عارف بس انا بحضر لا دي عمليه ثانيه. اللي انا بتكلمه احنا بنتكلم على الاستاتيك ميديسن او طب التجميل. التجميل لا، التجميل احسن فرصه اول فرصه اول فرصه. لا الجراحات البنائيه دي حاجه ثانيه، لا جراحات رقعات وبتاع والريكونستراكشن لا، دي قصص لها مراحل وستيجز وتسلسلات، وممكن من كل مرحله ومرحله استنى شهور وبل يعني فتره قبل ما يحصل التهامات وبتاع. الناس فاهمه كويس قوي طبعا، ابدعت ونورتنا وشرفتنا. سلام لحضرتك. وعايزين نعرف مين اللي فاهم الناس ان الجيم لازم من بره، مش عارف. ضيفي العزيز اللي قبل الملك كبير الاستاذ الدكتور عمرو النجاري، كان مبدعا كعادته في الناس الحلوه. نورت الدكتور. شكرا حبيبي، خليكم دايما مع الناس الحلوه.